أهلا بكم من جديد في سلسلة تحقيقاتنا عن دية الظل. اليوم نتجه غير بعيد عن العاصمة الرياض. غرب العاصمة الرياض تحتل مدينة المزاحمية مساحة صغيرة من الأرض، ومثل أقرانها في بقية المدن السعودية يعشق شباب المدينة الصغيرة كرة القدم ويمارسونها في الاستراحات والحواري وفي نادي المدينة التي يحمل اسمها. وضمن سلسلة تحقيقاتنا عن أندية الظل التي تصرف لها ميزانيات ترهق مؤسسة الرياضة ولا تخرج منتجاً يستحق الصبر والجهد، حلقتنا اليوم وجهتها نادي المزاحمية. ففي لحظة تجاوزنا البوابة الأولى لمقر النادي شعرنا أننا ندلف إلى مبان طور الإنشاء، أو أنه تم البدء فيها ثم توقف العمل. أشياء كثيرة لا رابط بينها ملقاة على الأرض، ونخيل شاخصة تحكي رواية صبر طويلة. مخلفات إنشاءات وأراض خالية لم تستثمر، يحتضنها شبك متهالك وملاعب تفتقد للملاعب. مبنى إداري متصدع ومدرجات تقف في العصر الحالي بوجه وهيئة تنتمي إلى عصور قديمة، ورغم هذا يتقاطر شباب المدينة زرافات ووحدانا لإشباع رغبة الهواية وعشق الكرة. والله معاناتنا المنشآت، احنا نبغى منشآت، مدرجات أندية ومواقف. المدرجات يعني نبغى تطويرها، والمواقف حتى مواقف سيارات ما في عندنا في النادي مواقف. نتجه إلى الملاعب، وأين هي؟ بقايا أرض مزروعة، حفر كونت خطوط دفاع أولية عنه، وثقوب غريبة في الأرض لا تعرف كيف وجدت. هناك قصة، يعني أنه أحد اللاعبين تبرع بزراعة أرضية ملعب الفريق الأول. والله وشوف، بالعكس، وهي يفترض يكون رجال الأعمال والقطاع الخاص له مساهمة في الرياضة السعودية، ولكن برضو أحيانا العزوف أنا أستغربه، ولكن برضو اللاعب مثل الأخ أحمد عبد عطيف تكفل بزراعة ملعب. قصة المساء هي بحد ذاتها حكاية، فحين يحل الليل تعجز الأضواء الموجودة عن مقاومة الظلام. في داخل الصالات المساعدة غرف التأهيل، فحدث ولا حرج، هي شيء أقرب إلى خيال روائي واسع. أجهزة قديمة ولا تعمل، ومرافق يصطف اللاعبون للاستفادة من أبسط خدماتها. وش اللي معي ضايق أصلا؟ يعني أصلا كلها المنشأة، عرف، حق زي هذا، شوف ذا المصدي ذا صراحة مصدي، يعني جوالات يحط فيه، ولا عرف العد هذه غرفة لعيبة، في الجدار بكرة يطيح على اللعيبة يخرب النمام من المطر. ناظر هذا بعد اللي فوق، شوف مكيف أظني من أيام أبو لهب الصراحة، ما ينزعل منها والله. ها تعال شوف العدة، احنا ما دامنا على العدة هذه طال عمرك تقدر رابط لك حوش غنم صراحة. شوف حديدة في عدة، وانت بي شو ما تحرك ما لا حديد نتمرن، يمكن اللي جيتوا تصورون يقولون لنا تمرن وكذا عشان بس قدام عندك حديد. لا ما عندنا، ناظر للمصدية راح تنزيها.
هذه بعد ترى على فكره غرفه الحكام تقدر اللاعب يتخانق مع الحكم يطب عليه من هنا. ايه ما ابي عادي الدعوه فوضى هنا والله. تيك الحكام في ذا لين جاي ينحاش على طول يحط موتر اظني من هنا يركب ينحاش على طول والله. هذه غرفه الحكام هذه عاد مسكره مكتوب هذا حكام حد ايد مصد من يوم بنى النادي اظني من يوم بنى و حديد هذا اظن لو تجلس عليه انت يعني لا تجلس المباراة كلها تجلس 20 وامشي لان اكثر يطيح بك الحديد رايحين فيها محلي رايحين يعني فيها. والله الاتحاد ما قصر بس تلبي نواف دعم النادي بذل مليوني ونبي يعني زي المنشأة عرفت زي النوع زي الحين نادي الفيصلي كان ترى درجة ثالثة نفس الزاحمية نفس الدرما نفس الكوعية كذا وطالع الحين شباب ممتاز من التكاتف اللي مع رجال الاعمال في المزاحميه طلعوا ناديهم اما هنا ما في تكاتف. ورغم هذا كله يتمرن العشاق ويركضون خلف المعشوقه ويداعبونها ولا يعدمون المتابعين ايضا بالرغم من سيناريوهات الخيبه المحتمله الا انهم متمسكون بالامل. العربية حضرت في كواليس تصوير إعلان تلفزيوني للبرتغالي الشهير جوزي مورينيو هنا في دبي تحدث عن شخصيته وحياته الخاصة مورينيو كما لم تعرفوه. من منا لا يعرف ذاك الرجل البرتغالي الذي يدعى جوزي مورينيو؟ كاريزما جذابة نابعة من تصريحات وانفعالات وأفعال مثيرة للجدل. مدرب أحرز لقب دوري الأبطال الأوروبي مرتين، هو من احتاجته أموال تشيلسي الإنجليزي ليحرز الألقاب وشغف موراتي ليقود الإنتر الإيطالي نحو المجد. هو المدرب الذي قال له ريال مدريد الإسباني تعال وأعدنا إلى منصات التتويج. هو من اختير أفضل مدرب عام 2010 وهو أيضاً من أطلق على نفسه لقباً يعتقد بأنه يستحقه سبيشال وان. هو جوزيه ماريو دو سانتوس مورينيو. حقيقة لا أرغب بقول هذا ولكنني رجل ذو وجهين، الأول وجه عام والآخر خاص، وهو الوجه الحقيقي الذي تراه عائلتي وعائلة كرة القدم. لذا عندما أكون معهم لن تتوقع مني أن أكون هذا الشخص لأنني أكون منفتحا معهم، وعندما أكون كذلك أكون إنسانا دافئا. عندما يستحق الأشخاص الثناء عليك أن تظهر لهم تقديرك وإعجابك بما يقومون به للمجموعة، وفي الوقت نفسه هم بحاجة إلى التحفيز لبذل أقصى جهد ممكن لهم. أعتقد أن التوازن بين هذين الأمرين مهم جدا. بغض النظر إن كنت من محبي أو كارهي اسم مورينيو فإن الجميع ينتظر تصاريحه الاستفزازية، تكتيكه، طريقة تعامله مع اللاعبين والحكام. مبدئي يعتمد على تحمل المسؤولية وأعتقد أنه أمر مهم جدا في الحياة، وأؤمن أن أهم عمل في العالم ممكن أن يقوم به الإنسان هو الاعتناء بعائلته، وبعدها تأتي السعادة والاستمتاع بالحياة. لكنني أعود وأكرر حتى أستمتع أنا شخصياً في هذه الحياة أحتاج إلى عائلتي وإلى كرة القدم ولا شيء آخر، ويمكن القول أنني إنسان سعيد لأنني أملكهما. مورينيو المحاط بلاعبين يكسبون الملايين نجح بدوره بزيادة أجره السنوي من مهنة كرة القدم إضافة لعقود إعلانية مع منتجات تجارية. عندما تكون محترفاً في عالم المستطيل الأخضر هو في النهاية عمل لكنه نابع من العشق. عندما أنظر حولي وأجد الملايين من الأشخاص الذين لا يقومون بأعمال يحبونها ولكنهم مجبرون على البقاء بها والعمل بأقصى طاقة لهم من دون أي نوع من الاستمتاع، وأرى نفسي أملك الوظيفة التي حلمت بها وأقوم بها بكل حواسي وعواطفي، أجد من خلالها المتعة الحقيقية. لذا أنا محظوظ ولكنني عملت جاهداً من أجلها. الكثيرون يتحدثون عن عبقرية مورينيو التدريبية، وآخرون يرون أنها نجاح مبني فقط على حصده للبطولات، ولكن لا أحد ينكر أنه ظاهرة وكاريزما لافتة للأنظار. ديما محمد السائح، العربية. شكرا.
شكرا مورينيو. البارحة بدأ الشك يتسرب، الشيء تغير ولم تأتي الأيام بجديد، للأمل والآمال بقية. لقطة ختام وألقاكم. الخبر ما طرى على من جديد، نفس همي والسهر ومواجع فيني تزيد. الخبر نفس الخبر ما طرى على من جديد، نفس همي والسهر ومواجع فيني تزيد. خفت المداين كلها في شمسها في ظلها، كلها يا حبيبي ما نك أثر، والخبر نفس الخبر.